السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية الديميمون لنتعرف على بعض المستصلحات الزراعية اللي أغلبها متخصص في إنتاج الذرة بجميع أنواعها، الذرة العلبية ونروحوا بالضبط إلى منطقة المجيدن هذه هنايا نشوف هنا نشوف القرية نتاع الجيدن هذه هنا. إذا نشوف هنا الشكل تاع القرية تاع الجيدن على شكل حلزوني، وهنا بالمنطقة هذه فيه عدة مستصلحات فلاحية ضخمة. نشوف هنا مثلا مستصلحة فلاحية ضخمة جدا في ولاية ميمون، إذا بالقرب من قرية المجيدن. إذا نشوف هنا العرض هذا، نقيس نتاع المستصلحة هذه، نشوف أنه فيه حوالي 16 كيلومتر طولا هنا، ونشوف المربعات اللي تم استحداثها، وهي في الحقيقة مسالك اللي الورود الى المزرعة او المستصلحة، والطول ديالها هي 200 متر، كل 200 متر فيه مسلك. هنا نشاهد مسالك متاع هذه المستصلحة الفلاحية المخصصة لانتاج الذرة. وهنا نشوف مستصلحة اخرى لانتاج الذرة واللي تابعة للمستثمر الصحراوي، وهنا نشوف طريقة الرش المحوري متاع هذه الفضاءات المزروعة بنبات الذرة لاستعماله في الأعلاف يعني لونسيلاج، وكذلك لاستعماله كذرة. فيكون لدينا فيديو عن منطقة هذه الآية لنشاهد عن كتب يعني هذه المستصلحات الضخمة. وهنا نشوف ناخذ فكرة عن شساعة المنطقة هذه، هنا فيها حوالي 17 كيلومتر طولا، وكذلك هنا كذلك حوالي 9 كيلومترات عرض، هذه هي 17 على 9 كيلومترات. هذا هو الحجم نتاع المستصلحة الفلاحية المتخصصة في إنتاج الذرة بمنطقة المجيدن بولاية ميمون إذا، والتابعة للمستثمر الصحراوي اللي عنده عدة مستثمرات ومستصلحات زراعية في عدة ولايات من الوطن، وفي عدة ميادين من إنتاج من خضر وفواكه وكذلك حبوب وذرة في هذه يعني المنطقة. إذا هذا هو المشروع الضخم لإنتاج الذرة في ولاية ميمون. تابعون الفيديو عن هذا المستثمر، والسلام عليكم.